على يعني أنور رسلان الذي حكم في ألمانيا، قال أنا جئت إليكم وأعطيتكم كل ما لدي وأنتم حاكمتوني. هل هذا يعني أن محاكمته ستمنع البعض إذا كان يريدون الانشقاق أن يتراجعوا عن الموضوع؟ يعني شكرا لإثارة هذا الموضوع. حقيقة يعني العقيد أنور رسلان لم يقدم أي شيء يعني بعد انشقاقه إلى حين إلقاء القبض عليه، وحتى أثناء المحاكمة لم يقدم أي معلومات إلا في بيانه النهائي الختامي بعض المعلومات، ولم يقدم أي معلومات تفيد العدالة أو تفيد فعلا كشف مصير الضحايا يعني بشكل كامل. وهذا يعني بخلينا نقارن. ذكر يعني ضيفك العزيز شقيق الدكتور حيان المغيب ذكر أحد المنشقين، واللي اليوم أنا يعني للأمانة التاريخية خليني أقول أنه المساعد أول فهد الحميد اللي يعني زود المركز والفريق العامل عنا بالمركز بمجموعة من الوثائق، منا يعني صور لسجلات برادات الموتى، منا مذكرة داخلية كان استطاع أنه يسربها أثناء عمله بالفرع 251 تتحدث عن خلاف بين عناصر الفرع وبين إدارة مشفى حرس العسكري على عمليات نقل وتغليف الجثث، منا أيضا شهادات من يعني مشفى حرستا حول معتقلين من الفرع وصلوا إلى المشفى فاقدين الحياة، وأيضا لمعتقلين آخرين تزعم الشهادات الطبية أنه تم تقديم عناية صحية لهم بالمستشفى لكن وضعهم الصحي لم يتجاوب معها. هذا نموذج أيضا بالإضافة إلى تحديده 4 أماكن لمقابر جماعية قام من خلال طبعا يعني مرة أخرى يعني من خلال مجموعة من المنشقين الآخرين قام بتحديد أماكن لأربع مقابر جماعية تقوم فيها إدارة المخابرات العامة بشكل عام ومن ضمن الفرع 251 بدفن الضحايا المعتقلين لديها بعد موتهم في هذه المقابر. وهذه يعني جزء من البيانات وجزء من المعلومات أيضا بالإضافة لسلسلة القيادات والرتب والهيكل. هذا نموذج للمنشقين اللي هن فعلا يعني نقول انه هن يخدموا العدالة، يساهموا في كشف مصير المفقودين، يساهموا في احقاق الحق بشكل قانوني وبشكل مبدئي. بينما يعني المدان أنور رسلان حقيقة لم يقم بأي شيء من هذا الأمر، ولم يعني بقي محافظ على صمته طوال سنوات طويلة إلى أن تم اعتقاله، وأيضا يعني عملية اعتقاله هو ذهب إلى الشرطة بنفسه وقدم بلاغ بأنه هو مطارد أو ملاحق بهدف تحسين وضعه، الأمر الذي قاد إلى اعتقاله. هناك فرق كبير جدا، ليس كل منشق هو متهم، ليس كل منشق هو يجب محاكمته، لكن هناك نموذج من منشقين هم يعني تستروا على الجرائم وعلى الانتهاكات اللي كانوا جزء منها، وهناك منشقين مرة أخرى دعموا فعلا مسار العدالة وحاولوا فضح الانتهاكات وكشف الحقائق بشكل قانوني.